أيها الإخوة، نعود إلى مسيرة كلامنا، وكنا قد انتهينا تقريبا من الحديث عن غزوة بدر. والذي أود أن أقول إن غزوة بدر شهدت تعبيرا عن الإيمان بصورة بالغة، وأنا سأعيد هذا التعبير مرة أخرى، شهدت تعبيرا عن الإيمان، لأن الإيمان أحيانا يبقى موجود في النفس لكن يحتاج إلى بعض المواقف ليظهر وليخرج من مكمنه، ويحتاج لبعض المواقف، ولذلك دائما الجهاد في سبيل الله هو اللي يظهر نفاق المنافقين دائما، وهو الذي يظهر إيمان المؤمنين، لأن الجهاد فتنة كبيرة. كيف يتحرك ربع متر فيطير رقبة؟ فلا يثبت لهذا إلا من له عقيدة يجاهد في سبيلها فعلا. ولذلك جاءت في غزوة بدر بعض المواقف الحقيقة لما تبص لها تحس إن نوعية المؤمنين اللي كانوا موجودين في هذا الوقت نوعية خطيرة رائعة بالغة في تشبثها بالإيمان. انتوا عندكم مثلا الرجل الذي سمع قولة تقول: والله لا يقاتلهم اليوم رجل مؤمن فيقتل مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. الرجل بلغ من فرحته أنه قال: أليس بيني وبين الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء؟ فلما شعر بهذا نفذ فعلا، لدرجة أنه تحرك من مكانه، ولما لقى المسألة فيها قتال قال: أتقوى عليه ببعض الثمرات فيتبلح إيمانه. أنت عارف أن واحد يبقى قاعد على الشوك إيمانه ظل يناقص عليه، مش هقعد آكل خمس ست بلحات لسه وأنا الجنة بين يدي. فقال بعد أن قال دخن دخن، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له: ما حملك على أن تقول دخن دخن؟ قال: لا والله يا رسول الله، ليس إلا رجاء أن أكون من أهلها. بيقول إلا أدخله الله الجنة، فالرجل يقول: إلا أن أكون من أهلها. فقال: أنت من أهلها. الله أكبر. الرجل أول ما لقى كده راح مطلع البلح علشان يتقوت على دخول المعركة، ثم قال: لئن بقيت حتى آكل هذه الثمرات إنها لحياة طويلة. في هذا الموقف برز صحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ما هو الشيء الذي يضحك الرب من عبده؟ حاجة اللي تخلي ربنا سبحانه وتعالى في عليائه يضحك من عبده، يضحك سعادة فرحة كما نضحك نحن سعادة وفرحة ابتهاجا سرورا. فقال: أن يغمس نفسه، أن يغمس نفسه في عدوه حاسرا، يعني يدخل فيهم كده انتصارا للعقيدة التي يدافع دونها من غير ما يبص الترتيبات. لأنه ممكن أقف كده بص يمين وشمال أقول: الله، أنا هروح لوحدي، فين الميمنة والميسرة، فين الناس، وأرتب وأدخل وأكون مجاهدا ولي أجر. إنما إذا وجدت يا إخواني اعملوا معروف، إذا وجدت أن الذي حولي ضعيف وأن المجتمع المسلم ليس من القوة العددية ولا المادية أن ينتصر، لن يحرك الأمة الإسلامية إلا نفر يمكن أن يغمس نفسه وهو حاسر في قلب العدو. فالرجل طرح الدرع الذي معه، والدروع يومئذ قليلة، ودخل في قلب العدو بهذه الصورة. فوجئوا فيه كافرين واقفين، فوجئوا بفارس المسلم داخل في وسطهم ونازل تقتيل فيه، نازل تقتيل فيهم. واصبح المشركون اللي هم ألف مقاتل مشرك اصبحوا يرهبون يخافون يرتجفون من المسلمين. قذف الله في قلوبهم الرعب. وانا عايز اقول لكم حاجه، من خمس دقائق بس كانوا المشركين دول واقفين شايفين شويه عيال قلة قليلة، عيال سنا صغيرين وشوية عيال صغيرين كده قلة قليلة واقفين رايحين يحاربوا قريش بخيلائها وفخرها. فماذا قالت قريش؟ قالوا: ها والله العظيم العيال برضو مغرورة، غر هؤلاء دينهم. ده في سورة الأنفال في كل القرآن،
غر هؤلاء دينهم، إذ يقول الكافرون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. لكن بعد 5 دقائق ما إن التحم الجيشان حتى قذف الرعب في قلوب المشركين، فإذا بهم اللي كانوا بيقولوا عليهم مغرورين شوية لقوا نفسهم ما يسووش حاجة قدامهم. لأن الإيمان يا إخواني، ولذلك أنا قلت زمان إن الجنة هي التي طيرت عروش الكافرين. فرس والروم بعد قريش وما بعدها، الكيانات الضخمة دي لم يطيرها إلا كلمة الجنة. لا يقاتلهم مسلم فيقتل مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. رأى المسلمون أن الجنة مرتبطة بجهادهم في سبيل دينهم، وأنهم لا بد أن يتحركوا في سبيل هذا الدين، فخرجوا يدافعون. وأنا عايز أقول لكم حاجة، اوعوا تنسوا أن المسلمين دائما كانوا مظلومين. لحسن بيضحكوا علينا ويقولوا الإسلام انتشر عن طريق القنص والغزو وحد السيف. هو إيه اللي خرج المسلمين؟ هو المسلمين خرجوا، هو مين خرج المسلمين من مكة أساسا؟ المسلمون لم يكن لهم جيش في مكة. من الذي أخرجهم من أوضة النوم، من بيوتهم؟ مين مشدهم من شعرهم نساء ورجالا فأخرجهم إلى الطريق العام وأخذهم إلى الهاجرة إلى الصحراء وعذبهم وطردهم وآذاهم؟ مين عمل كده؟ المسلمون لم يكن ما شكلوش عصابة داخل مكة، وإنما كانوا يعبدون الله عز وجل ويدعون إلى الحق، فظلموا، أخذت أموالهم ونسائهم وأولادهم وأصبحوا بهذه الصورة. ولما راحوا المدينة لم يتركوا في المدينة، وإنما كما تعلمون أرسل الكافرون إليهم إلى حدود المدينة، إلى جوه المدينة من يقتلهم، ومنعوهم من الحج والعمرة وهددوهم في معايشهم. ودائما كان الظلم واقعا على المسلمين. فإذا مطلوب بقى إيه؟ عارفين مطلوب إيه يا إخوة؟ مطلوب أن تزيفوا الدين وتقولوا كما قال الذين من قبلكم، إذا ضربك أحدهم على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، قل له اضربني هنا كمان. هو ده المطلوب. ويقولون الدين دين سماحة، دين كذا دين كذا دين كذا. أنسوا أن القضية قضية دين الله هي قضيتك أنت. أنا شخصيا لو علي أنا خلاص، أنا أفضل أن أعبد ربنا سبحانه وتعالى بيني وبين ربنا، ولا أنا أخرج أعمل إيه. إنما القضية قضية دين الله عز وجل، ربنا سبحانه وتعالى. وكما قلت، وبل كما يقول المفسرون جميعا في تفسير الآية النازلة في سورة الحديد، يقول تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع الناس ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. الحديد الذي أنزله الله فيه هذا البأس الشديد عشان المدافع والدبابات والمدرعات والبنادق، من أجل ومن قبلها كانت السيوف، من أجل أن يعلم. إنما يا إخواني يجي النهاردة واحد مين يجرؤ يقول والله يسيبوا الدنيا على ما هي عليه، المسلمين مضيعين حقوقهم مضيعة في كل الدنيا، في امرأة بوسنية كتفوها وأتوا بكلب، مش كلب دي شتيمة، كلب يعني كلب حيوان ده كلب، ولقحوها بهذا الكلب في معاشرة بين حيوان وامرأة مسلمة، وتقول لي انه ما هي هذه السماحة؟ أتحب أن يفعل ذلك بزوجتك، بأمك، بأختك؟ فإذا كان الإسلام بذاته في على هذا النحو فقد أصبح الجهاد ضرورة حياة يا إخواني. وقاتل الله هذه الدنيا الناس يا إخوة، ونحن من الناس، نسأل الله أن يعيذنا من سيء الأخلاق. الناس من خوف الذل في ذل دائم، من خوف الموت وانتهاء الحياة في موت دائم، موتى الناس موتى لأنهم يخافون من الموت، وأذل لأنهم يخافون من الذل.
بينما لو تحرروا لأعطوا هذه الحرية. لذلك كانت غزوة بدر كما قلت تعبيرا عن الإيمان في صدور الصحابة. صحابي يريد أن ينصر الله ورسوله، أن ينصر الله ورسوله، فتحرك بهذا النصر. عمر بن الخطاب في غزوة بدر قتل خاله، خاله أخو أمه في غزوة بدر. أبو عبيدة بن الجراح قتل أباه، كذلك ابن عتبة رأى أباه وهو يقتل وهو مسألة جديدة. لكن أصبح الإسلام يجري يا إخواني مجرى الدم، مجرى اللحم والدم، دينك دينك لحمك دمك. فلما انقشعت غزوة بدر لما قد خرج معها فئة تخلصت للإيمان. ولذلك احنا تحب نغلط وقعد نتكلم عن غزوة بدر. انتوا عارفين أول غزوة بعد غزوة بدر كانت بعد غزوة بدر بكام يوم؟ بسبع أيام. سبع أيام رجعوا المدينة بعد ما حصل، لأن الجزيرة العربية فارت فورانا شديدا الجزيرة العربية كلها. فكان من ضمنها أن القبيلة قالت يا عفوا يعني يا نهار أسود محمد كسب قريش، ده معنى كده المسألة خلصانة، اقعدوا احنا نجهز السنة نطلع نحارب وهو لسه منهك نخلص عليهم، عايزين نخلص. فوقفت قبيلة ولاد سليم دول بنو سليم وقررت غزو محمد صلى الله عليه وسلم في أخر ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام بقى ما كانش من الدراويش، ما كانش من الناس اللي هو اللي انتوا عشان تعرفوا يعني ايه مسلم، ما كانش واحد قاعد كده يا سلام وبركة. ما هو النهاردة واحد قاعد عم الشيخ البركة بتاعتنا ده، البركة عارف يعني ايه بركة؟ طبعا لها معنى حميد، الحمد لله لها معنى حميد، لكن هو يعني رجل يقول طب ما تخلي ثانية، يقول لك لا لا ده رجل بركة. يعني ايه بركة؟ يعني بركة. انما جاءت الى الرسول عليه الصلاة والسلام الاخبار لانه قاعد رجل رئيس دولة عنده جهاز يرى ما يحدث، جهاز مخابرات حقيقي. فقالوا الحق بنو سليم يعدون العدة للغزو، يعدون العدة للغزو، يلا بينا اجهزوا. سبع ايام راجعين من غزوة بقى لهم سبع، شكلهم ايه المسلمين دول؟ شكلهم ايه؟ اللي يرجع من غزوة بدر الكبرى اللي التاريخ مشغول بالكلام عنها ما يقعدش سبع ايام ويخرج يقطع الصحراء قطعا، وفجأة فجأة صبح كده قبيل بني سليم دول يفاجئون بأن المسلمين في دورهم، يخشوا عليهم فيتفرق بنو سليم في شعاب الجبال ويضرب شوكتهم وتؤخذ منهم الغنائم ويستقر الوضع ويذهب إليهم وهم يجيشون الجيش، يقول له أنت هتبقى الميمنة وأنت اللي وراه وخلي بالك أنت في كذا وهذا الشيء الفلاني، واقفين يرتبوا الجيش وبيئوا بهم موجودين. إنما خرج المسلمون ما رجعوش يشموا نفسهم، خرجوا فدمروا هذا الكيد وفتكوا به وعادوا مرة أخرى إلى بلادهم. في مكة أما خلي بالك مكة شكلها إيه؟ مكة أول امبارح كان فيها قادة، أمية بن خلف وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو جهل والصناديد دول اسمه ايه الراجل اللي هو عقبة بن ابي معيط، الائمة دول. لما ترجع ما كانش حد منهم، مين القيادة الجديدة؟ فين الزعماء الجداد؟ مين دلوقتي؟ مين يمسك؟ فمكة رخرة صارت يا اخواني فوران، تعرف لما تحط حاجة على النار تبقى بتفور فوران، مش غالية بس بتقطع نفسها. حدثت امور، واحد اسمه صفوان بن أمية، فكر اسمه صفوان بن أمية ده لأنه ده بالذات له قصة سيظل وسينتهي إلى الإسلام بس بعد عشر سنين من دلوقتي، مش هنقعد احنا نتكلم في السيرة يعني عشر سنين، فإنما بعد عشر سنين هي مدة السيرة النبوية. والله وإن كنا لو جلسنا نتحدث فيها يعني عشر سنين، احنا أساسا الأحداث
بتاخد وقت، بس احنا ما بنقدرش نفهمها بالعمق المطلوب الا بعد جهد يعني. فالمهم قعد صفوان بن اميه مع واحد اسمه عمير بن وهب. فعمير بن وهب ده بيقول كلام كده يعني زي ما اي حد يقول له والله لولا الملامه، لولا الملامه كنت روح انا سيب محمد واصحابه يقتلونا ويحصل الكلام ده كله كده وخلاص، انا لولا الملامه كنت رحت عملت حاجه، قتلت وخلصت عليه عملت حاجه يعني. قال له ايه الملامه دي يعني، ايه لولا الملامه، ايه الملامه دي؟ قال له اصلا بصراحه عليا ديون، وبعدين لو مت مين هيسددها والعيال ضايعه وجعانه ايه الكلام ده. صفوان بن اميه والكفر بعض على فكره، الشرك بعض مهما كان. فقال ابن أمية لو كان بيتكلم بمنطق انه راجل بقى وكان يقول لا طب انا هعمل، هو قال له طب انا هستعلك دينك هسدد عنك الديون، مفيش بقى لولا الملامة توكل على الله اطلع. فقال له والله لولا الملامة كنت رحت مش عارف ايه. قال له خلاص انا هسدد عنك ديونك وولادك دول تعناها دول ولادي دول، ولما تقرا نص السيرة تلاقيه قال له كده، قال له دول ولادي مش هسيبهم، اللي هيجيلي لم استقل به دونهم هيروح لهم وسأواسيهم ما حي يعني يعني اطلع خلاص روح انت بس بس لا. وقد كان عمير بن وهب لقى الحكايه كده كان صادقا، فماذا كانت النتيجه؟ شوف برضه الاقدار، راح رايح شاري سيف وسنه تمام، سيف حديد اصلي سنه وخلاه حديد ابيض بيلمع تمام، ونقعه في السن يتخنوا يتخنوا كده الحديد وينقعوه في السم. ليه؟ علشان السم يتخلى المكان من الحديد، السيف يبقى مثلا يخش في رقبه يفقد السم اللي فيه، لا السم يبقى ناقع. مش بتسمع ناقع سم ناقع؟ ناقع يعني بالتعبير البلدي منقوع، تحط حاجه تنقعها السم موجود فيه. ثم ركب وذهب الى المدينه فعلا. أول ما راح أنتوا فاكرين زي ما كل الناس فاكرة إن المدينة دي يعني إيه؟ ناس نايمة في بيتها فالجامع كده الصبح الله أكبر وإحنا صاحيين رايحين الجهة مصليين واخد بالك، وبعدين بعد كده يروحوا يشتغلوا. المدينة يا إخواني كانت دولة، دولة مش لعبة، دولة. وأنتوا وأنا قلت لكم قبل كده انه قبل ما تنزل آية والله يعصمك من الناس، كان الصحابة بيعملوا نبطشيات 24 ساعة حول بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لما نزلت أطل برأسه من شباك الباب وقال لهم خلاص اذهبوا فقد كفاني الله عز وجل. لما عمير نزل، عمير ده كان من الناس الشتيمة الذي يكثر شتم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والإسلام في مكة ويؤذيهم إيذاء شديدا. فلما جاء من حظه إنه لما نزل كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو اللي واقف مع مجموعة من الصحابة عند المسجد، مش أي واحد يجي كده يدخل مدينة يروح داخل خلاص، لا في هناك دوريات حرس، في ناس لهم شغلانة ما حدش يجي يدخل كده. فلما جاء قال لهم ده عمير بن وهب، اوعوا كان ده راجل خبيث، لا انت على ولا بنت، ليه تعمل ايه؟ ما الذي اتى بك؟ ليه تعمل ايه؟ وقال عمر بن الخطاب هذا عمير بن وهب ما اراد الا شرا، جاي الا عشان جاي تعمل ايه؟ قال له لا لا والله ولا حاجه، انا بس ليا اسير عندكم هنا بعد بدر فجاي في جاي ابن ارتداء. فتشاوروا فقالوا، وعشان كده بقول لك كانوا دوله ما كانوش بيلعبوا. ليه؟ عشان تبقوا عارفين يا اخواني الواحد يبقى شكله ايه؟ دولة الإسلام مش لعبة، مش ناس درويش ولا ناس بركة، ولا هم بركة وعباد وكل حاجة، لكن يعني قال دخلوه على أدخلوه على رسول عليه الصلاة والسلام واحذروه أو واحذروا عليه منه فإنه لئيم. فدخلوا عمير بن وهب، وعشان كده بقول لك إنه مش أي حاجة، دخلوه على الرسول عليه الصلاة والسلام متكتف، مسكينه من إيدين يمين وشمال. فدخل الصورة دي على الرسول عليه الصلاة والسلام، ما الذي جاء بك يا عمر؟ الأول قال له سيدنا عمر بن معلوم سيبوه فكوه سيبوه. فعمير فك كده وخلاص بقى بدأ يحسس على إيه، مقبض السيف المسنود.
شوف بقى، انا عايزك تخلي بالك من تفاصيل اللي وقع دي لانها لطيفه وبتدلنا على امور معينه. ما الذي اتى بك؟ قال له جاي ياخدي الاسير اللي معايا. قال له اه، الاسير ده جاي بتعمل بيه ايه؟ فعمر قال له يعني قاتلها الله من سيوف، وهل اغنت عنا شيئا؟ مدينه لسه طالعين متقطعين ومتقتلين، والله بايام. طيب يا عمير، قال له نعم. قال له اصدقني القول، ما الذي جاء بك؟ قال له بين فكرة. قال او غير ذلك؟ قال لا. قال لا يا عمير، لقد جلست في ظل الحجر يوما مع صفوان بن اميه، فذكرت ما كان من قتل بدر، وقلت لولا ديون علي وعيال اخشى ضياعهم لذهبت وقتلت محمد. فقال لك صفوان: أكفيك هذا الأمر؟ أسد دينك وأرعى عيالك؟ فقلت أنت لي بذلك؟ فقال نعم. قلت: فاكتم عني وأكتم عنك، فلا يعرف هذا الأمر غيركما، فأتيت لقائمي. عمير بن وهب شهق من المفاجأة وقال: والله إني لأعلم أنك رسول الله. ما كان يعلم ذلك إلا أنا وصفوان بن أمية، وما أطلعك عليه إلا الله، وذلك فذلك لما أراد الله بي من الكرامة. إني أشهد يا محمد أنك رسول الله. قال: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقال لأصحابه صلى الله عليه وسلم: قال: خذوا أخاكم، خذوا أخاكم ففقهوه في الدين. يا رب نعرف يعني إيه إخوة الإسلام. فقال: خذوه ففقهوه في الدين، وذهب معه. أنا أسألكم أيها الإخوة، أسألكم، هذا الإيمان الذي خالط قلب عمير، أين اهتمامه بأبنائه ودينه؟ طب مش عليه دين في مكة؟ ولاده في مكة؟ ما قالش ليه طب ما أنا لو أسلمت هيضيعوا؟ علشان الناس اللي بتخاف من هذه الامور لابد ان تعود. ولذلك صفوان بن اميه اول ما سمع الكلام ده قال ايه؟ قال: والله ما يوصل مني تعريفه ولا اولاد ولا حاجه. ده كلام ده انا قاعد، لانه بقى نسيت اقول لكم ان صفوان قاعد في مكه يقول لاهل مكه ابشروا يومين ثلاثه تسمعوا حاجه كبيره كده. وفضل كل ما حد يرجع يقول لهم: ما حدش شاف عمير بن وهب. حد في الاخر قال له: اه مش اسلم. اسلم أسلم يا خبر. لكن أنا كرجل بقرأ السيرة أقول: عمير بن وهب ده لما أسلم بهذه الصورة، ولاده والدين اللي عليه أين ذهب؟ ولكنها بشاشة الإيمان. أيضا أيها الإخوة، مما جعل أو من الدلائل أو الصور التي جعلت الجزيرة العربية تفور فورانا كبيرا، أبو سفيان نفسه. أبو سفيان لما رجع قال كلمة قسم قريب من يمين الطلاق علي الطلاق كده: ما يمس رأسي غسل من جنابة. شوف، مش هغتسل من جنابة إلا لما انتقم أخذ محمد بعد ما عملوا فينا اللي عمله. فحب يعني يكسب الحكاية دي ويعني هو رجع بقى خلص وقت الغضب، لقى نفسه إيه؟ هيروح يضرب مين؟ ما هو هيعمل إيه؟ مسألة شديدة عليه، ماذا يفعل؟ مش هيقدر. فحب ان هو يفي ويبر بقلبه، فراح واخد الناس وطالع، والمدينة على المدينة المنورة بالليل، وصلها بالليل، ده بسرعة بسرعة لأنه يعرف إن في طريق عيون، قطع الطريق مسرعا، ثم وصل ليلا، دخل لقى ناس اللي هم الحرس اللي حوالين المدينة، حرس الحدود اللي في المراعي، فدخل ضرب بعضهم وقتل منهم اثنين ثلاثة، وراح واخد بعضه إيه وجاري. راجع جري على نفسه. سمع المسلمون به فخرج في اثره الرسول عليه الصلاه والسلام ومعه الجيش. ابو سفيان يجري والمسلمون وراءه يجرون وراءه، هو يجري وهم يجروا وراءه لحد ما افلت ورجع مكه. انما مش حرب دي، مش حرب. ناس راح، انما انا بقول لك كيف يكون الفوران، لكن بدون شك انها علشان خلوا بالكم ان المشركين مش ضربوهم في بدر مثلا ولا في احد الغزوات الكبيره وبس، لا، ده مش سايبينهم، شيء مستمر. حتى غزوة بدر هم اللي جايين عند المدينة بعد ما أفلتت القاتلة وانتهت القضية، هم اللي جايين عند المدينة. ف
كانت هناك أيضا من فوران الجزيرة العربية وقعة ثانية خطيرة جدا. أو قبل ما أقولها لكم أقول لكم اليهود الأول. اليهود دول بقى حالتهم حالة، كل ما يحصل شيء تبدو عارف البغضاء والكراهية لما تظهر تبان على الفم كما لو كان طعام يعني يغطي الشفتين، فظهرت على أفواههم هذه البغضاء وهذه الكراهية لدرجة أنهم بدأوا يعلنوا هذا. فكان أن جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: يا معشر يهود، أنا أذكركم العهد. اليهود زي ما بقول لك المشكلة يا إخواني قلبية. أنتوا بالنسبة لكم كمسلمين لما تشق قلب مسلم منقضي على الإسلام تجد أنه يحب الخير لغير المسلمين، يحب لهم أن يكونوا على ما هو عليه، يحبون أنت. احنا يا اخواني احفظوا هذا الكلام، احنا ما بنكرهش الناس لذاتهم ابدا، عمرك ما بتكره انسان لذاته ابدا، لانك اول ما تكره انسان لذاته قد يبتليك الله بان هذا الانسان يسلم، فتلاقي نفسك مش قادر تحبه، فتعرف ان الايمان في قلبك ضعيف، انك تحب لله وتبغض لله. ولذلك لا يستطيع إنسان أن يكون مؤمنا إلا إذا كان مش كاره الإنسان لذاته وإنما يكره الشر الذي فيه. إذا خرجت الشر من اللي قدامي، إذا خرجت الكفر من اللي قدامي، إذا خرجت الفسوق من العصيان من اللي قدامي، خلاص ده العلبة ما تهمنيش في حاجة. العلبة الجسم ده ما يهمنيش في حاجة، هو جواه إيه؟ أدي الفكرة. ولذلك أنا قلت لكم قبل كده إن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى الناس عن أن يكرهوا الناس لذاتهم، وإنما كان يدعو لبعض الناس الكافرين، وكان يدعو لأبو جهل ده يقول اللهم أعز به الإسلام. أنا ما تحس إنه بيدعو، أنا أدعو لأبو جهل، طب أنا عايز أصلي أدعي لمراتي لأولادي لأبويا لأمي للمسلمين، أدعي لأبو جهل كمان. إنما نفس المسلم كده، اليهودي مش كده. اليهود ما عندهمش دعوة إلى دينهم، ولو حد جاء قال لهم أنا عايز أبقى يهودي يقولوا يعني إيه؟ ما فيش كده، أنت ما تسوي، أنت ما تستاهلش، ده أنت عبارة عن أحد الحمير التي نركبها، أنت مالكش قيمة، أنت من طينة أقل من طينتنا، من وضع أقل من وضعنا. إحنا بنو إسرائيل، إحنا شعب الله المختار، وشعب الله ما انت عايز تبقى يعني ايه تبقى يهود؟ تقول لهم الله يعني ما اقدرش ابقى كويس، طب اعمل ايه؟ انا هو واحد غلطان اهو ووحش، اعمل ايه عشان اخش الجنه؟ تخش الجنه هي هتلم، ما فيش حد يخش الجنه الا ان كان يهودي وابوه يهودي وامه يهوديه واللي خلفوه جده والناس اللي وراه دول كلهم يهود. ازاي انا؟ طب انا وحش عايز اتطلع، ما فيش الكلام ده خالص. طب واليهود دول يخشوا الجنة؟ اه، فيفرض غلطوا يقول لك برضه خشوا الجنة. مع ان اليهود دول بالذات حاجة تضحك، انا كنت والله يا اخوة فكروني من شوية كده كنت بتكلم معاهم بقول لهم ان اليهود في عقيدتهم، العقيدة عارف يعني ايه عقيدة؟ ايمانهم اللي ما يخشوش الجنة من غيره، ان ربنا بيقعد كل يوم 6 ساعات يلعب طاولة. والله روح اسألهم حتى عندهم في عقيدتهم أن الله عز وجل يقعد 6 ساعات يلعب النرد الزهر ده مع الحوت الكبير، كمان الحوت الكبير في البحر كبير الحيتان. اشمعنى؟ لو قلت ربنا ما بيلعبش طاولة يقول لك هتخش النار. العقيدة عندهم كده، لكن مع ذلك اليهود لا يحبون الخير للناس. ولذلك قال الله تعالى عن اليهود والنصارى قد بدت ما هو انا مش انا اللي بقول بقى، قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر. ربنا صادق ولا كذاب؟ حاشا لله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. ما دام ربنا صادق يبقى اليهود والنصارى بدت العداوه والبغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر.
يضحكوا بقى، ياخدوه بالحضن، يقبلوه، يكلموه. هو ده الوضع فعلا، هذا هو الوضع فعلا. انت كمسلم العكس، علشان بيقول على ربنا كلام فظيع قوي، يقول ربنا يده مغلوله، مغلوله يعني، لو حد يدي حد، هو يقوله كده في عقيدته، لو حد يدي حد ما يعرفش يدي حد، الا لو حد من العباد بقى قرر انه ينصر ربنا فراح مدي للواحد فقير 10 جنيه ولا حاجه. يبقى ربنا فقير واحنا اللي اغنياء، ربنا ايده مغلوله واحنا اللي ايدينا فرطه، واحنا بس بنعمل كده عشان ننصر ربنا، انما ربنا ما يقدرش الواحد يعمل حاجه. استغفر الله العظيم، دي عقيدتهم. فنحن نكره اليهود لانهم يبطلون على الله عز وجل. انما افرض النهارده واحد يهودي اسلم وترك الباطل ودخل في الاسلام، يا سلام، بنيجي النهارده احنا نقول سيدنا عبد الله بن سلام، سيدنا، قول عليه سيدنا، وما تقدرش ان انت بتقول عليه سيدنا وقد ترك هذا وعاد الى الاسلام. هو الاسلام ده بتاعي عشان يبقى جاي هو الفرح، ده الاسلام بتاع ربنا، اسلم لله عز وجل. حتى لما جاء اسلم ما قلتلوش انت ما تقدرش تخش الجنه الا عن طريق، ما قلتلوش كده، انا يا ابني انا جاي زيك يا حبيبي، لا املك لك شيء، لا انا شيخك ولا في كرسي الاعتراف ولا في فك ولا هبيع لك حته من الجنه ولا الكلام ده كله موجود عندنا خالص، وانما ده بينك وبين ربنا، تشهد شهادتين وتقضي زيي. لو انا اسأل ادخل جهنم والعياذ بالله، اسال الله ان يجيرنا جميعا يا رب من نار جهنم، ولو انت احسنت هتخش الجنه. الله يعني ايه؟ احنا كده، هذا هو عظمه الاسلام. اليهود لما حصلت غزوه بدر كان بينهم وبين الرسول عليه الصلاه والسلام زي ما انتم عارفين في المدينه عهد، والعهد ده يا اخواني كان الرسول يحافظ عليه كل المحافظات حقيقه، ومشي في منتهى الجمال والحرص عليه وما حصلش اي حاجه. فلما جاء يمارس الدعوه مع اليهود عادي بقى، جمعهم بعد يعني بيقولوا يعني انا انتوا بتحاولوا تخرقوا العهود معانا، وانا اذكركم الله تستجيبوا لله كده. قريش أي عاندت الإسلام ماذا فعلت؟ استجيبوا لله. فقام واحد بقى من اليهود من شدة البغضاء قال يا محمد لا يغرنك يا محمد أنك لقيت قوما غلمانا غر فقتلت منهم، فإنك إن لقيتنا لعرفت كيف تكون الحرب. حد يا ابني جاب لك سيره الحرب دلوقتي؟ انا بقول لك انا كنت ما يسمحش بقيت مسلم، انت كمان ما بقيت ما كنتش مسلم يبقى مسلم. هو انا بقول لك تعالى لديني؟ ده انا سبت ديني ودين ابائي اللي بيعبدوا اصنام ورحت لهذا الاسلام. انا بقول لك انا عرفت الخير وادلك عليه، تقول لي انا هحاربك هقطعك؟ فتركه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل شيء ولا حاجه، خلاص انت يعني كلمه جديده لك، وهو رئيس الدوله ما كانش زي دلوقتي، يعني ما كانش فيه التسلط، وانما رئيس الدوله سمع هذه الكلمه خلاص. انما جم اليهود بداوا يضايقوا المسلمين لحد ما جم، وانا بتكلم هذا الكلام ومع انه لكن لابد ان يقال الحق عشان اللي بيحاربوا النقاب ويقفون امام النقاب في الاماكن العامه، فصدرت الاحكام القضائيه النهائية القاطعة البت. كانت النتيجة أيها الإخوة أن اليهود بدأوا يتحركوا. كان من ضمن حركتهم، أنا بقول لك النهاردة المجتمع اللي احنا عايشين فيه ساعات يحتاج بأن النقاب مش فريضة، ويقول ما دام النقاب مش فريضة خلاص، مع أن هناك من يقول أن النقاب فريضة وله حججه الوجيه، وأن النقاب يكون فريضة في بعض الأحيان باتفاق العلماء إذا خشيت الفتنة. دخلت المرأة عند الطائر بياع الذهب، قال لها طب اكشفي وشك، ايه ده منتقبة، قال لها اكشفي وشك، هو بيقول لها اكشفي وشك، هو بيقول لها اكشفي وشك علشان هل تلبس حلقة هتعمل خاتم أي حاجة بقى، اكشفي وشك يعني هكلمك ازاي، فرفضت. فظل يدفع اليهود كل شوية واحد يدخل يقول لها يا ستي يعني خلاص هي انت ما فيش حد عنده فتنه غيرك، شفتي وشك كده عشان نعرف انت مين، ولا تشتري ولا هتبيعي، ولا انت مين، ولا هتلبسي ازاي، ولا كده.
فظلت ترفض المرأة بإباء تماما، ظلت ترفض تماما ان هي تخلع النقاب. لما هتقوم الهوجة بعد شوية مش هتلاقي واحد قال لها تعالي انت ماسكة في النقاب، هو النقاب فريضة؟ لانه كان مجتمع محترم، وده مجتمع الرسول. انا بكلمك عن واحد لا من الائمة ولا خلفاء الراشدين، ده الرسول عليه الصلاة والسلام. عشان حتى لما تحب تتساهل قوي لازم تعرف ان دي حاجة فيها ناس محترمة. لغاية النهاردة في بعض القبائل بيننا وبينها اقل يمكن مما بيننا وبين بعض البلاد في مصر زي قبيلة الخوارق، الرجالة عار عليهم ان يكشفوا وجوههم. الرجالة ليه؟ لانهم يرون ان من هيبة الرجل الا يعتد، لا في الخوف منه ولا في رهبته ولا هيبته ولا حبه ولا اي حاجة، بشكل هو برجولته فيستر تماما وجهه ويخرج منتخبا ومحدش يقول لهم حاجة. انما بقى يجوا على النقطة دي يقول لك لا دي بالذات لا. فاللي حصل ان دخلت المرأة الى قال لها طيب مش عايزة تستر وجهي، طيب وهي قاعدة جاء واحد طفل صغير كده ولا واحد كبير من غير ما تاخد بالها وهي قاعدة. انت لو تلاحظ وهي قاعد كده هتلاقي هنا اعلى ثوبي قريب جدا من هذا المكان مثلا، من اقل من مكان زي ده. فلو شبكت الاثنين دول ببعض ثم قام الانسان المكان العالي لو فيرفع الثوب فشبكوا بين الفستان في اعلاه. فلما قامت المراه مش وجهها بقى اللي هي حريصه على العفه، لا انكشف جسدها. فضحكوا ونزلوا تريقة عليها آلي اللي كانت عايزة تكشف وشها. وكان هناك يومئذ المسلمون ما عندهمش الحسابات الفظيعة، واحد شاف كده راح قام على اليهودي الذي فعل ذلك فقتله. فتنادى عليه اليهود امسك حلق عليه وشمسك هاته، راحوا مقسمينه دبحين فوق. اهلا أمة المسلمين تدخل واحدة منهم من المسلمين في سوق اليهود فيحاصرها اليهود في دولة الإسلام، في دولة الإسلام؟ هذا الأمر لا يقبل في داخل المجتمع المسلم أبدا. فكانت النتيجة أن الرجل لما فعل ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قرر أن يتخذ فيه إجراء. الناس أخلوا هو واحد اللي عمل كده، واحد غلط اليهود قالوا احنا هنقدمه، ده كلهم خرجوا معاه وقالوا احنا اصحاب الحرب مين يقدر يقف قصادنا. فالرسول عليه الصلاه والسلام وقف منهم موقفا، اراني لا اريد ان استعجل في سرده وقد اؤجله للمره القادمه لانه في موقف كبير من المنافقين. لكن يا اخواني المسلمون اذا انتصروا فان الناس ستقوم عليهم، وكراهية وبغضاء اليهود والمشركين والنصارى والمجوس والملحدين للإسلام كراهية ضخمة، ليست بالأمر البسيط وإنما كراهية عنيفة ومحركة لكل شيء. ولسه في غزوات بعد غزوة بدر في خلال 3-4 أشهر دول، من ضمنها غزوة بلد برضه من البلاد راح الرسول عليه الصلاه والسلام فعرفوا بوجهه فذهبوا لانهم كانوا يعدون الحرب اي العده لحربه ايضا. الدنيا تفور، ولذلك المسلمين شوف الرسول عليه الصلاه والسلام لما بيقول الجهاد فريضه ماضيه الى يوم القيامه، يعني دواعيها قائمه الى يوم القيامه. مش يعني انت كمسلم ماشي تدبح في الناس، لا، فريضة ماضية إلى يوم القيامة، يعني دواعي الجهاد مواردة إلى يوم القيامة، مظالم تنزل بالمسلمين إلى يوم القيامة. وقيل عن بعض الشعوب إنها في رباط إلى يوم القيامة، وطوبى لكم فأنتم هذا الشعب الذي قيل فيه هذا عن أهل مصر إنهم في رباط يوم القيامة، في رباط إلى يوم القيامة. وقيل عنكم إنكم خير أجناد الأرض، وغيرنا قيل عنه ما هو أفضل من ذلك. فقد قيل مثلا مع الأسف الشديد على الذين على أهل اليمن اللي النهارده بيعملوه، قيل إنهم الإيمان يماني والحكمة يماني. وقيل عن لكن كل بلد لها خطائفها والإسلام يرعى ذلك حق الرعاية. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذا الكلام وألا يجعله كلاما طائرا في الهواء لا يجد
أو لا ينفقوا. صدقوني يا إخواني على كثرة هذا العدد اللي، وبرغم أن الطلبة في امتحاناتها وقد قلت الأعداد يعني وغيره، لكن شوفوا برغم هذا لو لم يصادف هذا الكلام إلا رجلا واحدا أو امرأة واحدة يأخذ بتلاديب الإسلام فيعيش بالإسلام حياته الكاملة، لو واحد بس لكان كافيا. إياكم أن تظنوا أن الخطب تصنع شيئا أو الدروس تصنع شيئا. خطب والدروس ما هي إلا كلمة إذا وجدت الأرض الطيبة غرست وأنبتت وأزهرت وأثمرت وأينعت، إنما إذا لم تجد الأرض الطيبة حتى لو تحركت حماسات الناس حماسة لا تفعل شيئا.